عسلام عسلام لباس الحمد لله قدم لروحك سليم تليلي نسكن في اصلي من نابل نسكن في ديبوز في الامي بابا توفيو. ايش تعمل في تونس؟ نبت في الشارع. نبداو الحكايه من الاول بالكل، كيفاش وقتاش خرجت مش للشارع معناها؟ عندي برش قديش؟ ما نعرفش، انا قبل الصيف خرجت. ما عندك اقل من عام في الشارع؟ اي يشدني الحاكم ونعاود نمشي نروح للدار بعد اخواتي نعاود نخرج. قديش عندك اخوات؟ 5. ما شاء الله، قديش عمراتهم؟ معرسين الكل. تنجم تحكي لي وقتاش توفى امك وبوك وتوفيوا مع بعضهم معناها؟ ليه بابا توفى الاول ومن بعدهم توفيت. بابا توفى مرض خاي ومي جلط الله يرحمهم. تعيش وترحم عشك. امك معناها توفيت بعد بوك؟ اي. عندها عام هكيكا؟ ليه قال شوي. معناها هي توفيت منها انت خرجت منها؟ اي. منين من نابل بالضبط؟ منزل بوزالف. وعلاش انت خرجت من الدار؟ خاطر امي بابا توفي. اي امك وبوك توفي وعندك داركم وعندك خواتك هكا ولا؟ ما نجمش نعيش بلا امي وبابا. هكا عايشه بلاش بيهم في الشارع؟ هي ما هو خاطر الدنيا ما خلت، الدنيا صغيره برشا وما خلتنيش نعيش. كيفاش؟ ما عبيد خايبه، عبيد ما تنجحش، ما ترحمكش حتى بقد ما خبز. اخواتك باهين معاك ولا؟ باهي. مالا علاش خرجت؟ خاطر نحس ضيقت عليا الدنيا شوي، خرجت من الدار. زيد فسر لنا، خاطر انا تو ما قنعتنيش معناها. يعني نروح للدار نلقو مي مش في الدار، نلقى بابا مش في الدار، ما نلقاش فطوري كيما العاده، ما نلقاش دبشي، ما نلقاش حمامي، ما نلقاش مش دابوسة الماء متاعي كيما كانت قبل امي تحط لي، وما نلقاش فلوسي مصروفي، ما نلقاش كرتابتي باش نجيب بها نقرا. انت كنت تقرا وقت اللي هما توفاو؟ وصلت للثامنة وبطلت. ما حسيتش هكا وقيت باش تعمل على روحك معناها وترجع للدار؟ حسيت. الشارع عجبك؟ لو فرق ما بين واحد مش متحمل العيشة من غير أم وبوه وما بين الشارع عجبك؟ هي من ناحية رو عجبني الشارع شوي مش برش، فما في يعلمك برشا حاجات. أحكي لي شنو تعلمت في الشارع؟ يعلمك برشا حاجات، يعلمك برشا حاجات خايبة ويعلمك برشا حاجات باهية. أحكي نبداو بالباهي. الباهي يعلمك كيفاش مع شكون باش تمشي، خايبين مع شكون باش تمشي، يعني لأصحاب البين ولا لأصحاب الخايبين، مع شكون باش تعرف، شكون باش تصوحب، شكون باش مع شكون، كيفاه باش تخدم، كيفاه باش تصرف، كيفاه باش تعيش، كيفاه باش تاكل. جينا للموضوع هذايا المهم، كيفاش تصرف، كيفاش تاكل، كيفاش تلبس، كيفاش ترقد، كيفاش تدوش؟ ما ندوش، عندي برشا ما ندوش للبس. قديش برشا؟ لبستي عندي برشا شهرين 3 شهور عندي برشا. اخر مره وين دوشت؟ حنوا علي عباد هزوا دوشولي انا والطفل. انا عارف قديش من واحد انتم في الشارع هكا تتلموا مع بعضكم؟ بعد قبيل جاي الطفل انا عارفها. وين تمشي هي؟ نعرش عليها، مشيت من الصباح وكنا رقدنا، جاي السكيورتي قومنا من النوم قال لنا ما عادش تبيتوا هنا. اين هي البلاصه اللي تبيتوا فيها ما يكلمكم حد؟ الجنين يقص علينا الحاكم. انتم ديما تفضلوا تقعدوا بحذا الامن؟ اي بحذا الامن خير، خاطر ان يامنونا مساكن ديما يمدونا في العشاء، يمدونا في الفطور، يمدونا فلوس، مش خايبين معانا جم، يمدونا دخان زاد نتكيفوا، مش خايبين معانا جم. انتم تتكيفوا الكل؟ اي نتكيف. تعلمتوا في الشارع اكيد؟ اي. هو كل هو دخان. احكي لي شنو تعلمت حاجات خايبه في الشارع؟ حاجات خايبه كيف الحاجة الخايبة؟ اللي أنت تحسهم خايبين، تحس روحك عملت حاجة خايبة كي تعلمتهم؟ الأصحاب. الأصحاب. مخدرات مثلا؟ ليه؟ الكول. إي. حاجة من المخدرات معناها؟ بعيد شوي على المخدرات. كيفاش الكول؟ احكي لي. في برشا تريبيتك كي، والبل يعرف. احكي لي وجهك مش ظاهرة. لا ما
هي يعني يقول كي عندي حكم. وريني من وري هي وريني ما عنده ما عادي معنا بدي لزق الظهرلي الحب عليش استنست بيه معش ناش حاجة قريتي حاجة نستنس فيها نستنس بيه معش ناش من ناحية ولا بالرأس ما يقتل فذلي كا شنو تعمل لك كي كي تستعملها شوي زنزان بعد تمشي على روح اما تشيح الروية ما اللي فات حاسيله وعندها طوى جمعتين اكيد عندها اضرار صحية اكيد معناها طو انتي تعرف لي عندها اضرار صحية وتستعمل فيها بالباز هذيك حاجة طبيعية على الاخ ما اللي فات عندها جمعة التيل انا وطفلا قاعدين نكلفرو كشكشنا بالدم مثلا خرج من فمنا الدم جت الحماية المدنية هزتنا للكلينيك خلصت علينا جت الحماية المدنية هزتنا للكلينيك شعر بركة لموتنا من الكور اما انا من ناحيهوش باقي نكالفر وباقي كاو به المواقف الخايبة اللي تعرضت لها في الشارع عبيد مثلا حبت تستغلك حاجات هكا حبت برشا 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 ولاد وبرشا رجال احكي لي كيفاش بالضبط وانت كيفاش تصرفت بالطبيعة نمشي للحاك نقولوا راهو احكي لي الموقف كيفاش صار نقولوا انت قاعدة على روحك هكا قاعدة على روحي يجي يقعد بجنبي نقول يبدا يحكي معايا نبدا بالكلمه بالكلمه حتى نوصلوا برشا كلام انه تولي فيها قصص وروايات احكي لي احكي لي مثالش بدي تولي فيها اختصاب وهاي معايا للدار و الفئه العمريه نتاعو كيف شنو هو قداش العمر راكيك ساعات شوف تلقى عبد كبير مثلا عمره في الخمسين معناها مش ندادك مش ندادي بالطبيعه هذوما الناس الاستغلاليين معناها ولا تلقى طفل صغير مثلا قد ذاك مثلا قد ذاك عبيد وجوه معاناة معاناة كبيرة في الشارع يعيشوا بجوز بجوج وجوه انا نعيش بوجه وين انا العبيد نعيش بجوج وجوه ما ترحمكش ما تنقذكش تشوفك ميتة قدامها ما تلافتلكش حتى بشطر عين انا حسب ما فهمت معناها انت ما خرجت من داركم تحبش تعيش مع اخواتك وكل شيء هما يحبوك ترجع لهم ولا اي يحبوني نرجع لا معناها هوني انت حسسني اللي انت تحب الشارع اي ومن بعد شوفي انا راني ما نكذبش ونكره شكون يكذب عليا ونكره انا روحي كي نكذب نكره روحي بي انا كي رجعك لداركم تقعد ولا تعاود ترجع للشارع بالطبيعة باش نخرج طبيعة باش نخرج شنو هو الحاجة اللي في الشارع ما لقيتهاش في دارك؟ شنو ما فهمتكش؟ الحاجة اللي لقيتها في الشارع ما لقيتهاش في داركم كي ترجع لدارك؟ معناها الحاجة اللي خليتك هكا تقعد في الشارع ما تحبش ترجع؟ اي تفرهيد ديما نجمش تتفرهد في داركم بحد اخواتك؟ العائلة؟ نضحك ديما نلعب نضحك نغنوا في الليل ريتي نتلموا غاديك في الكريسي في القهوة كي تسكر القهوة في الليل يبدا الحكم وغاديك نقعدوا نتلموا الناس كل صغار وكبار نبدو نغنوا ونداربكوا ونشطحوا واللي يهز روحه ويروح عنده فماش برشا عندهم ديارهم فما برشا يعيشوا في الشارع يهز روحه ويروح واللي يقعدوا نمشوا نرقدوا نفذلكوا غدوه صباح نمشوا نفطروا نمشوا نعملوا دول نمشوا للبحر جاي توا جاي سيف عاد باش نتلموا الناس كل باش نمشوا الكل مع بعضنا للبحر باش نمشوا عاملين جو وبخطرة ربي ربي ما يخلينيش راهو كبير نعرف ربي ما يخليكمش اما ما تغيدكش هكا انك ما تقراش ماكش كيما انديدك الاخرين ماكش في وسط العائله نتاعك انا كي نشوفك انت مثلا لابسه هك نقول شو يا هذيك لابسه خير من شو هذيك بدري خير من شو هذيك تقرا وانا ليش شو هذيك تاكل اعز من معناها قاعده تقول في الكلام هذا كنت مانيش محرومه من حد شيء راه نمشي للحمام من بابا صرف علي 3 مليون وحده في الحمامات ما صرفهمش على اخوتي صرفهم علي انا كاو وتيل وعشاء وتفريد ولبسه في العيد ورمضان ومانيش نقصة حد شيء اما معزة الام والبوك يمشوا راهو صيتو في الدنيا ما بالنسبه لي انت قبيله حكيت لي قلت لي فما ام جات تفركس على بنتها هوني انت قلت لها بنتك ما ثماش كانت تحب استبناني انا قلت لها كان انت تلوج على الدفء العائلي لوج انا نحب نرى امي يعني امي اسمها سامي يعني ماتت وفيت
الحق عليا ما نعرفهاش. كيفاش ما تعرفيش؟ هذه جديده، هذه ما حكيتهاليش. انا كي قلت لي امي توفيت في بالي امك، معناها مش امي الاصلانيه. مين امك الاصلانيه؟ ما نعرفهاش. امنيتي راحت ثاني. ما فهمتش، انت ما تعرفش امك وبوك الحقيقيين؟ ليه ما نعرفهم؟ كيفاش؟ احكي لي من الاول، عاود لي، ظهر لي باش نعاودوا من الاول وجديد. شكون ربيك؟ مماتي. ومماتك بنت هاويني اللي هي امك؟ ما نعرفش والله، ربي لا نعرف. بوك تعرفه؟ اه. بوك بابا تحكي معاه؟ نحكي معاه، هو مش كل يوم. معناها امك امراه مفقوده؟ ما فماش. كل ما نمشي لبلاصه قلت انا نلقاها في البلاصه هذيك ما نلقاهاش. خواتك اللي تحكي لي عليهم معرسين؟ خواتك خواتي. خوات امك وبوك؟ امي وبابا. اما امي وبابا الحق يعنيين ما صرفوش عليه اكثر من اللي صرفوا عليه امي وبابا المستبنين. مماتي وبوخو وخالي. مماتي وخالي مربيني من انا صغيره، نعيط له خالي، نعيط له بابا، ومماتي نعيط له امي. يعني هكا ملي بيبي انا واخواتي يعني مربين في هذا الكل. شنو تتمنى بالضبط؟ نتمنى نرى امي حتى ثاني هكا دقيق هكا حتى من البعيد. كاو شنو اخر؟ نتمنى نشوفها. كان فما عبيد هكا تتفرج فيك، اكيد باش يتفرجوا فيك برشا عبيد وباش يحبوا يعاونوك، انا متاكده. شنو تطلب منهم بالضبط؟ نتمنى ناكل كيما ديدي، نمشي نعيش في دار، عندي تليفون، نخرج ندور مع صحابي. نقرا صحيتك، نمشي نعمل قهوه مع صحابي. خمم هكا نهار اخر تقول زعما باش نخدم نهار اخر ولا نقعد هكايا، معناها الى متى راهو هذا؟ خمم نقول زعما يجي نهار ويتحقق، تتحقق امنيتي. زعما يجي نهار. شنو هي امنيتك؟ نخدم. بخلاف انك تشوف امك. كنت بيبي صغيره كنت ديما نقول تو نكبر باش نولي نخدم في الجيش، خاطر انا اكثر حاجه كنت نحبها ونموت عليها بالرسمي وكل ما نمشي نحكي عليها الجيش. كنت صغيره كنت ديما قال لي بابا اقرا على روحك تو توصلي، اقرا على روحك تو توصلي. يا اخي ما كتبش ربي، ما وصلتش ربي ما كتبش حاجه ما نمشيش نوصل لها راه ما عملت. انت تبيت في البلاصه هذه اللي احنا قاعدين نصوروا منها؟ يقلقوكم؟ اي برشا. نقلقونا برشا، ما نجموش نرقدوا في الليل. انا الساعه تعبت تو من البارح ما رقدتش. علاش؟ ما رقدنيش انا وطفول البارح الليله كامل ونحن فايقين. ما عندناش علاش نجمش نرقدوا، ما ساعات ناكلوا ساعات ليا ساعات. كل مره كيفاش. ميرسي بوكو. عايشك.